قلت لكم في البداية إن مباراة الترجي مع الأشقاء بتسود فيها روح الود، ودايما سياسة مجلس إدارة النادي الأهلي الحفاظ على العلاقات العربية، وشفنا مع الهلال السوداني السنة اللي فاتت، وشفنا كان موقف عظيم من النادي الأهلي ومجلس إدارته، وده اللي بنوعدكم بيه ورسالة لجمهور النادي الأهلي. دايما دايما النادي الأهلي يحافظ على حقوقه، ولكن اوعوا أبدا حد ينجح إنه تحصل مشكلة بيننا وبين أشقائنا، لأن إن شاء الله المباراة تكون فقط داخل الملعب، ونتمنى أكيد التوفيق للنادي الأهلي، ونتمنى إن العشرة تكون من نصيبنا. أشوفكم الحلقة الجاية على خير، وإن شاء الله تبقى رفقة صديقي أسامة. استمتعت بالوجود معاكم، ويظل النادي الأهلي وجمهوره خط أحمر أمام الأكاذيب اللي بتتحطم أمامه. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.